إذن بمايك فغالي بتالت إطلالة لقاله هالأسبوع مثل كل أسبوع أربعة خميس جمعة. مايك أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. عم نرجع هيك أشوفك باللوك اللي سبق وطلعت فيه من حوالي الأربع سنين، ليه؟ في عودة للانطلاقة للبدايات مثل ما نحن أوقات بنقول عودة للجذور؟ هلا ممكن إنه الإنسان مثل ما ببلش بينهي. ما حدا بيعرف. هل أنت صرت بمرحلة النهاية أو الانتهاء من شيء ما؟ كل شيء وارد. على أي صعيد عم تحكي؟ نهاية شو؟ ممكن برنامج جديد أو حقبة جديدة بالبرامج أو أفكار جديدة. بس التوقعات مستمرة. طبيعي. ما لها نهاية؟ لا لا لا. طالما الإنسان بفكر ما في عنده نهاية لتفكيره. لشي وقفت على التفكير فقط؟ أكيد. كلنا منفكر. كل واحد طريقته شكل، ما في اثنين بفكروا مثل بعضهم. إذا في اثنين بفكروا مثل بعضهم ما في عبقري بالحياة. بس هي التوقعات بدها عبقرية، بدها تفكير، ولا بدها هيدا الحدس أو هيدا الإحساس أو هيدا الإحساس موجود أو هيدا الموهبة يمكن ما بعرف. هيدا الإحساس موجود عند الكل. امبارح حكينا فيها إنه كتار امبارح كانوا عم بيحضروا الفوتبول وتوقعوا النتيجة. كيف صارت؟ إحساس. فكل إنسان بحس بالشيء كتير بيقدر يوصل لنتيجة فيه. طيب اليوم رح نشوف كيف رح بتحس مع المشاهدين من خلال أصواتهم، وإذا كمان يعني الوضع بلبنان هيك عم بيخلي عندك درجة مرتفعة من الأحساس أو الأحاسيس إذا أكثر من توقع. بنعرف بسياق الحلقة لأن تعودت معك ومع كل الصبايا والمشاهدين إنه نهار الجمعة هيك بتكون جوجلة للأسبوع اللي مرة وللأيام القادمة من خلال التوقعات. خلينا نباشر بتلقى الاتصالات على الـ 1474 من لبنان، من خارج لبنان طبعا رقمنا عم يمرق بأسفل الشاشة مع كلفة دولار إضافية لكل اتصال. نحن أكيد منعود الاتصال فيكم بوقت الفقرة على الـ 1474 لا تحكم مع مايك فغالي. أول اتصال مع ناديا. صباح الخير. ألو بونجور. بونجور ناديا. بليز في احكي مع مستر مايك. تكرم عينك ناديا تفضلي. ميرسي. بونجور مستر مايك. صباح الخير. كيف صحة يا عيوني؟ نشكر الرب. الحمد لله يا أهم شيء. مستر مايك أنا بدي أسألك عن صحة جوزي وصحة ابني الكبير وابني الصغير. بعدين في شغلة إنه من 2009 للا 2011 وأسوأ أسوأ سنين مرقت علينا. بدي شوف فيها ترى 2012 لحم ضل ماشي مع هوليك أسرتي ولا بده يتغير شيء؟ تيلبقوا مع بعضهم قال. ما هي لا يا قلبي هالشيء ما بدي يلبقوا. لا إن شاء الله إن شاء الله أكيد يا نادية. ميرسي يا حبيبي. إن شاء الله يلا اسمعينا من التلفزيون حتى مايك يقدر يقول لك كل اللي سألتي عنه بصوت عالي ويفكر بصوت عالي. تفضل مايك. من الناحية الصحية ما في خطر. ولكن من 2009 لهلا مرقته بمرحلة صحية ومرحلة مادية كانت كتير صعبة على صعيد العائلة بالإضافة لفقدان شخص ما على صعيد العائلة الكبرى. هذا العام الأمور كلها سوا تنجلي. يعني ببطل في الضيقة المالية والضيقة الصحية. مفروض نهاية أدار مطلع نيسان تخلق فرصة جديدة على صعيد مادي للعائلة ككل. ولكن لترتاحوا نهائيا على الصعيد الصحي هيدا الموضوع صعب. ولكن بصير في اطمئنان والاطمئنان بدوم طويل. ما من اي خطر على اي فرد من العائله، خبر سفر لاحد افراد العائله ممكن يكون الابن الصغير بتم على خير وسلامه. ابتسام. نعم. صباح الخير. صباح النور. ابتسمي انت على اتصال مع مايك فغالي. الحمد لله. اي ثانكس جاد. يلا بليز في اساله. ولا شو عم بقول لك ابتسمي بعد هالمقدمه بتقيل فيز في اساله؟ اي بليز انا ما مصدق لي كل مره انا بحاول انه اتصل بس بليز انا بدي اساله عن وضعنا بالبيت عن اخوتي وحده مسافره وحده هون صحتهم مش منيحه. نعم. عندنا كثير مشاكل بالبيت بس اجتنا من برا يعني من سهر كثير بشع فبليز بليز انا كثير ضايعه حتى بطل عندي قوه بطل عندي كلها سحبوها. اوكي ابتسام. اوكي وصلت للفكره. شكرا لاتصالك مايك. عم تسال عنا عن اخواتها بلبنان برات لبنان الوضع الصحي العائلي الاجتماعي المادي يعني بشكل عام. ابتسام ابتسام اللي بقول لك انه الاوضاع العائليه اثرت صحيا على احد افراد العائله القاطنين في الخارج.
هذا الموضوع لن يطول، هنالك قرار جريء جدا يتخذ بغضون شهرين برجع بيعمل اطمئنان من اول وجديد. حقوق ضائعه لإلك شخصيا ترجع بتسترديها تدريجيا بنهايه شهر 4 مطلع شهر 5. اما الامور اللي حضرتك فاتيها وهذه ولا ممكن انك ترجعي تستلميها، كان عندك طاقه ايجابيه كثير كبيره وزعتيها على الغير واخذتي منهم طاقه سلبيه. هذا الموضوع مثل ما دائما بنحكي بدنا نرجع للصلاه والصوم تنرجع نحس بطاقه ايجابيه من اول وجديد. الالتجاء لرجل دين بيرجع بشجعك لمبادره جديده تقدمي عليها تجددي حياتك ونشاطك وخاصه حياتك الخاصه بينك وبين نفسك. شكرا ابتسام، بناخد احلام على الهواء. الو، صباح الخير. صباح الخير، كيفك يا احلام؟ الحمد لله رب العالمين. منين عم تحكينا؟ من حلب. من حلب، قد ايه لك ناطره؟ والله ماري تقريبا كان دقيقه. لا قد ايه لك ناطره لتحكي مع مايك، لان سمعنا قبل شوي ابتسام قالت ثانكس جاد انه واخيرا بتحاول واخيرا اتصلنا فيها. انا صار لي امبارح عم بدق ومخبري يعني، وانا ما عندنا كهرباء بندق هيك يعني على التعيين، بس الحمد لله رب العالمين انه محظوظين. نعم، يلا ان شاء الله خير. ان شاء الله ويكمل يعني الحظ معك بتوقعات ايجابيه يا احلام باذن الله. بتمنى انه يكون كلام وتفاؤل. بتمنى انه اسالوا على وضعنا العائلي. نعم. يعني نحن هون، وبدي اعرف انا انسانه مالي محظوظه بهالدنيا نهائيا، وبدي كمان اعرف انه في علاقه فقدتها من فتره، يعني كنت مرتبطه وصار انفصال، في رجعه قريبه ولا لا؟ ويا ريت تخلوني على الخط لحتى اسمع. تكرم عينك احلام. بتحبي نطلب لك فنجان قهوه؟ بتحبي نطلب او كبايه عصير؟ شو على بالك بالنطره؟ والله انتوا كريمين ونحن بنستاهل. اهلا وسهلا فيك احلام، تفضل مايك الهوا لك. اللي بقول لك اياه انه اللي فقدتيه على صعيد العاطفي، نعم الامور تعود الى مجراها الطبيعي، الامور صارت اكبر منك لانه احد افراد العائله من ميلته هو تدخل بمواضيع معينه تغيرت العلاقه، الامور تعود الى مجراها الطبيعي. اما على صعيد انه حضرتك ما عندك حظ، ما في انسان ما عنده حظ، اذا بنفكر قديش لمحظوظين تنتكون جنين ومن ثم نولد غلبنا 50 مليون، فاذا ما في انسان ما عنده حظ بالحياه. عندنا حظ ولكن عم نختار الطريق الخطا. عم نمشي حسب ما نحن مفتكرين انه الطريق صح، ما عم نستشير غيرنا، وهيدي مشكلتك انه دائما تقدمي على الخطوه من ثم بترجعي بتندمي على عدة أمور. أتمنى عليك على طول يكون في عندك استشارات في اسم مريم حواليك، بكون كتير مهم وبدلك على طريق سعيد جدا. مفروض السعادة تعود لإلك، الوحدة تبتعد بنهاية شهر 8. قلت لها لأحلام في اسم مريم حواليك، ممكن هيك ناخده بغير طابع، يعني مش ضروري يكون اسم لا 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 صبية أو امرأة. كل شيء وارد أكيد، لكن بالنهاية في اسم. لأن بالفترة الأخيرة عم نسمع كتير هيك عن ظهورات، عن أشخاص يعني عم تظهر عليهم مريم العذراء، عم تبعت معهم رسائل مساجات. إذا كنت عم تتابع هذا الموضوع بين لبنان وسوريا وأكثر من دولة عربية حتى مؤخرا. هلا عم بسمعها منك مش اتبعك، ولكن كل شيء بتعترف فيه الكنيسه اكيد بدنا نعترف فيه. بعد قيد الدرس يعني في امور كثيره. خلينا ناخذ ماري كمان معنا على الهواء، او ماري صباح الخير. وي بونجور، كيفك ماري؟ صباح انت؟ ماشي الحال، بردانه دفيانه وضعك كيف؟ لا عادي اكيد سقعه. وين ما كان؟ اي منطقه ماري؟ جونه. هيني على الساحل. ايه مش عالية. يلا يا ماري خلينا نشوف إذا نسبة توقعات مايك لإلك رح بتكون عالية مثل مواج البحر أو رح بتكون هيك هادية ودافية. ما بعرف، نسأله. تفضلي. هاي مايك. صباح الخير. كيفك؟ أشكر الله. أنا بدي أسألك شوي عن وضع شغلي الحالي، وفي عندي مشروع جديد عم بدرسه وبدي كمان شوي أعرف عنه. وكمان عندي شقفة أرض عم باشر إني بيعها، بدي أشوف شوي عنها شو الوضع شو بيصير. اللي بالك إنه من ناحية الوضع الشغلي الحالي غير مستقر، أتمنى تقومي أنت بالمبادرة أحسن ما تستلمي ورقة. من ناحية شغلك اللي عم بتفكري فيه بدك تقدمي عليه ناجح جدا رح يكون. بتقدمي على الخطوة بتحسي بفراغ كبير ببداية المشوار، ومن ثم بتلاقي حالك توسعتي تلقائيا. أما من ناحية العقار سوف يكون هنالك شريك
ضمن هذا العقار بتم على خير وسلامة، ما من أي خطر، ولكن البيع يتأخر. أوكي ماري، سمعت اللي قاله مايك، بس يسكروا الاتصال معك شو لازم يعملوا؟ يرجعوا يسمعوا شو قلت أو يركزوا أكتر أو يأيدوا على ورقة أو قلم هيك نقاط معينة؟ ما بيلحقوا يأيدوا، لكن بإعادة الحلقة بالليل بيقدروا يسمعوها. طيب حتى لو سمعوها شو بيقدروا يعملوا؟ يأيدوا هيك نقاط معينة يركزوا عليها ل يتحضروا نفسيا أو لا يتابعوا أو لا يراقبوا مجريات الأمور معهم؟ يراقبوا مجريات الأمور تشوفوا كيف الأحداث بدها تصير. لما بتقعد عم تسمع يعني أي توقع لأحد المتصلين أو أحد المتصلات، بتقول إنه كان فيه أعطيها بعض إضافة أكتر؟ الإضافة فيه أعطيها مش على الهواء، تحت الهواء عبر الاتصالات تستمر لغاية الساعة 11 بالليل، ولكن على الهواء عندنا هالدقيقة أو دقيقة ونص نقدر نحكي فيهم، نعطي رؤوس أكلام كتير واضحة، اللي بعدين بده يستوضح عن أي أمر بيقدر يرجع يتصل ونكون واضحين معه أكتر. على 1474 ناخد على نفس الرقم هند كمان. صباح الخير هند، قطع الخط. اتصال كمان ناطر على 1474 أو من خارج لبنان على الرقم هو 88216-00585. من أي دولة من خارج لبنان فيكن تطلبوا هيدا الرقم لتصيروا معنا مباشرة وتحكوا مع مايك فغالي. لينا أنت على الهواء؟ لينا عم نقوصلك. ألو، قطع الخط. مرحبا لينا. أهلا، كيفك؟ كيفك إليك؟ ماشي الحال؟ الحمد لله أنا بخير. وأنت؟ الله يسلمك، منور ما شاء الله. تسلمي يا لينا، هي بفضل محبتكم. الله يسلمك لينا. بدنا نشوف هلا. تفضل أخي. لا، كنت عم أقول إنه بدنا نشوف إذا توقعات مايك كمان رح بتكون منورة بالنسبة لإلك هيك وتعطيك طاقة إيجابية. إن شاء الله، الله يسمع منك. يلا، عن شو رح تسألي؟ حابة اطمن على السنة، شوف كتبتنا، شوف اذا بده يصير معانا. نعم. وحابة اساله عن اولادي وعن صحة جوزي وصحتنا. نعم، يعني بشكل عام. وعن ابني ومرته وعن نصيب بنتي، جايها نصيب، شوفوا اذا منيح ولا لا. نعم. ايه. اوكي لينا، عندك كهرباء؟ الحمد لله. يعني فيك تحضرين على التلفزيون، ما فينا. عم تسمعينا ما هيك؟ اوكي، يلا رح نسكر معك الخط لينا حتى تسمعينا بشكل واضح، وعلي الصوت قد ما بدك حتى تقدري تسمعي مايك. فاذا لينا عن السنه كيف رح بتكون عليها، عن وضع العائله، زوجها، بنتها جايه نصيب، ابنها وزوجته كيف بيكون الوضع، وهالامور اللي سالت عنها. بالنسبه لابنك المتزوج اموره بتكون مرتاحه كثير، ولكن في عنده انتظار لنهايه نيسان. فرح جديد بيدخل للبيت، بيرجع بيخلق بهجة من أول وجديد، وبرد شيء كنتوا بانتظاره بمرحلة من الحزن كنتوا مرقين فيها. الفرح بالنسبة لبنتك برجع بعيشكم من أول وجديد. بالنسبة للزوج، أتمنى خضوعه لفحوصات دقيقة جدا، ما في خطر على الحياة، ولكن عم بتحسوا في حضرتكم أنه دبلين، في تعب، في أوجاع شوي صغيرة بالعظم. أتمنى عليكم هون إجراء فحوصات. بالنسبة لحضرتك ما في أي خطر، فقط في عندكم الفرحة الكبيرة اللي بدها تتم من هون لثلاث أشهر أو أربعة أشهر، قريب جدا. شكرا لك لينا. في مثل بيقول أول دخوله شمعة طوله، بيعني لك شيء هيدا المثل؟ أول دخوله شمعة طوله. يعني هيدا أول، يعني المثل بينقال عند لما الشخص بيقدم على شيء بيعمله أول مرة بحياته. تزبط الشمعة إنه مصيبة، تزبط الشمعة إنه نورت. هلا بالمبدأ إنه شمعة إيجابية بتتاخد. مرات بتحرق. مرات بتحرق. احترقت شي مرة؟ لا. مش بنار الشمعة، بنار شي تاني؟ لا. أبداً؟ طيب، مايك بتتوقع بتتوقع بتتوقع. في موقع إلكتروني مع مجموعة أشخاص هن بيعطوا توقعات، استعانوا بسيدة من خارج لبنان أعطت توقعات. من التوقعات شملت مايك فغالي، وبتقول أنه يعني هيك بعنوان إذا بدك ما فت كتير بالتفاصيل، أنه بيتعرض لفضيحة.
وين المشكلة؟ عم خبرك ما في مشكلة. لا بالنسبة مش لك، بالنسبة لإنه كل إنسان معرض لفضيحة، كل إنسان معرض لإشاعة، كل إنسان معرض لعدة أمور بالحياة. الشاطر اللي بيظهر مش اللي بتوقف حياته تجاه إشاعة أو كلمة أو أي شيء آخر. نعم. على كل حال مايك، نحن نتمنى للجميع كل الخير، ونتمنى لك أكيد طبيعي. الخير لإلك. وإذا كان في شيء من فضيحة بليز خلينا أول مين يعلم حتى إنه هيك انفرد فيها وأولى على الهواء. ما هي الفضيحة مش أنا اللي بدي طلعها. لك شو محب؟ مش هيك الفضيحة مش أنا اللي بدي طلعها حسب ما حكي عن اللي عم تحكي حضرتك. إنه سوف تكون فضيحة. يا أهلا بجميع الأمور الإيجابية والسلبية. عظيم. بناخذ اتصال من مارلين. صباح الخير. صباح النور. كيفك إلي؟ منور اليوم. تسلمي تسلمي. أنت منور. تسلمي الله يخليك يا مارلين. فيني أحكي معك؟ أكيد أكيد، بس بسمحي لي أقول شغلة لزميلي فادي، لأن اليوم الإشارات، الحكي بالإشارات كتير مزعج، أوقات بيروح فكرنا لمطرح بعيد، يعني ما تعمل لي هيك قصص وهيك قصص فادي، ما بعرف شو ممكن أفهمهم، وخاصة أنا على الهواء، بحكي أنا وياك بس يخلص البرنامج. تفضلي مدام مارلين. صباح الخير معك. صباح النور. بدي أسألك عن عائلتي بوجه عام وعن بنتي الكبيرة، يعني عم تخطي خطوتين هي لشوف شو وضعها، مستقبلها، عملها، بيجي نصيبها، وبدي أسمعك على التلفزيون. تكرم عينك. بالنسبة لبنتك الكبيرة عارفة حالها شو بدها وحاسبة خطواتها للمستقبل كيف. بالنسبة للنصيب نعم موجود، بالنسبة للأمور العملية اللي عم تفكر فيها بتتم على خير وسلامة. صحيا ما في أي خطر تجاه أي فرد من العائلة، حضرتك مرأت بنكسة صحية بالسابق من أشهر قليلة سابقة، هذا الشيء ما بيرجع بعودك. أهم شيء تكوني منتبهة على اللي حواليك من خارج عائلتك، من العائلة الكبرى، انتبهي منهم تجاه بعض الحسد. هون أتمنى عليكم قراءات أو رجل ديني قسم بقلب البيت. أداء أهمية التواصل مايك بالبادي لانجويج، بلغة العيون، بين أنك تسمع وبين أنك تشوف الشخص اللي عم يسألك هيك فيس تو فيس، بتراقب كل حركاته، ردة فعله، إيديه، يمكن تعبير وجهه هيك هالشرقطة أو يعني بعيونه. لا شخصيا من تكل على الصوت ما بيعني اللقاء وجها لوجه نهائيا أبدا. لا إذا الشخص موجود قدامي بدي يكون شوي عم بركز على البعض المقدمين السياسيين، بصيروا يحكوا ويشبروا، المشاهد بصيروا يطلع بإيديهم ضاع عن المضمون. فمشان هيك الصوت دائما الواحد المركز على شغلة واحدة. في ناس شغلتها لغة الجسد، تركز على لغة الحركات. في ناس شغلتها العيون، في ناس شغلتها الوجه الفراسي. بس ما حدا غيرك شغلته الصوت. لا في بقطر، في عم بحكي لبنان بلبنان، بس بقطر لا. هلا عرفت انه في سيدة كمان من خلال الصوت وعم تعمل اشياء كتير حلوة. تعال سونيا. صباح الخير. صباح النور. كيفكم؟ الحمد لله منيح. انت؟ والله نشكر الله الحمد لله تمام ان شاء الله خير. يا سونيا تفضلي، شو حابة تسألي مايك فغالي؟ كيفك سيد مايك؟ صباح الخير. يا صباح الورد، يا هلا كيفك؟ نشكر الرب، الله يسعدك يا ربي. بدي أسألك عن العيلة عنا وعن الحياة الاجتماعية وعن المال وعن كل شيء يعني. لكن الحياة الاجتماعية حضرتكم حجمتوا حالكم، بعدتوا عن عدة أشخاص، وهذا كان غنيمة لألكم. بالنسبة للحياة المالية، الأمور المالية تتحسن، ولكن من بعد نهاية شهر 5 يبدأ التحسن على صعيد كبير ومفاجئ. من الناحية الصحية ما في خطر على أي فرد من العائلة، ولكن هنالك قلق تجاه أحد الأشخاص اللي قاتن في الخارج. أتمنى عليكم ما يكون هالقلق كتير كبير يعيشكم بهاجس أو وسواس، الأمور تسير بشكل طبيعي. هذا كان توقعات مايك لألك يا سونيا. أكيد نحن بعدنا مستمرين بتلا اتصالات المشاهدين 1474، بس إذا بنقدر نأخذ هيك كم دقيقة لكم توقع إذا ممكن يكونوا ولا لا اليوم. بيروت تخضع لخضة كبرى. لحظة، بيروت تخضع منا أمنية.
مش تتعرض. انتبه يعني هون ما بعرف اذا صغطة هيك ولا قصدت تخضع لخضة كبرى. مثلا ممكن بيروت تتعرض لخضة كبرى او بيروت تخضع لسبب انه رح ترضى بالامن الواقع ما رح تواجه بالوقت اللي رح تكون حكم بين وجهين. بيروت تخضع لخضة كبرى. نعم. ايه. وهذا الشيء قريب. رح تكون خضة أمنية؟ مش أمنية لا. قبل شوي. جزء شعبية. مش أمنية أبدا. السعة والشتاء اللي عم نشوفه هلا رح نقشع أقوى منه قريبا. بعد؟ ايه. أنا شايف التلج هون على ال بعد نشوف أقوى من هيك. لا أيمتى مستمرة؟ يعني توقعات الأرصاد الجوية بتقولون شهر أدار إيه حافل بالأمطار والثلوج والعواصف. في عنا نيسان بيتخللها، في عنا مرحلة شوي صغيرة بكون طقس معتدل، بأيار ترجع بكون في سقعة. نعم. طيب رح نعمل بوز بنرجع ناخد اتصالات المشاهدين بآخر كم دقيقة. بحب هيدي شقلة الحواجب لما بيطلعوا اثنيناتهم مع بعضهم على فرد خط، عادة في عندك حاجب وبيطلع عن التاني. هالمرة يعني إذا بدك مور تأكيد، يعني تأكيد إضافي. هذه بلغة الجسد أنت يمكن صرت تعرفها، أنا لا بعد. ما فيك هلا تعمل لنفس ردة الفعل؟ لا ما بحس حالي كيف تكون ردة الفعل. طيب. ذكروني بأسامي المشاهدات معنا على الخط. كفى؟ ايه بونجور. بونجور كفا، اهلا وسهلا فيك. كيف حكي لي؟ الحمد لله، كيف صحتك؟ كيف ربعت لك هالكنزي؟ تسلم يا الوجه الحلو. مقدمة الله يخليك. بدي اقول كمان مرسي لمحلات ديناي اللي عم بترافقني ببعض الاوقات باطلالاتي على الهواء. تفضلي كفا. ديناي بالبترون اكيد. ايه بدي احكي مع مايك ام المعروف. اكيد تفضلي. صباح الخير. بونجور مايك. صباح الخير يا اهلا. كيفك؟ نشكر الرب. مايك انا عم ببرم على الشغل، انا مجوزه، بتوفق بشغل ما بتوفق، اللي 10 سنين انا كمان ما عندي اولاد. نعم. بقول لك انه الام اللي على التلفزيون على راس تكرم كرم عينك يا كفا، وان شاء الله كل ايامك بتكون خير يا رب. الام اللي بتربي اهم جدا من الام التي تنجب، وحضرتك ربيتي. من الناحية العملية نعم في قدامك فرصة رح تتقدم لك، رح تكوني مرتاحة فيها، ولكن مش هيدا الشيء اللي بتطمح له. الشيء الأهم أنه مستقبلا تكوني مستقلة كليا بعمل خاص لإلك، أحد الأشخاص بيقف حدك وبساعدك لإنشائه. في حزن بصوت لكفة. مش حزن، حرقة، تعبت ما لقيت وما حدا كفيها باللي هي عملته، بلس تنازلت عن أمور كتير خاصة لها، من الممكن كانت هلأ تكون معيشتها كتير مرتاحة، اللي تنازلت لهم ما عرفوا إمتى التنازل. بس دايما عامل كما تحب أن تعامل، إذا عملنا منيح على الأرض ربنا بيكفينا بطريقة أحسن. مش مهم العبد كيف بكافي، هو عبد وأنا عبد. تعتبر عم تعمل منيح على الأرض مايك؟ برأيي الشخصي ايه. الله يتقبل منك. عائشة. الو. صباح الخير. صباح الخير مايك. بدي الو الي باسل. ايه عائشة عم نسمعك، تفضلي. ومايك عم بيسمعك. اخبارك الي؟ الحمد لله إلي. الحمد لله ماشي الحال، كتر خير الله يا عائشة. الله يخليك. الله يخليك. تسلمي، تفضلي. اوكي. صباح الخير مايك. صباح النور. اهلين، كيف اخبارك؟ نشكر الرب بخير. مايك بدي أسألك، يعني أنا بحب كثير المفاجآت السارة، هل في مفاجآت سارة؟ وشكرا. يا أهلا وسهلا. مهضوم سؤالة، بتحب كثير المفاجآت السارة، هل في مفاجآت سارة؟ هيك مع هالنغمة بالقفلة. اللي بقول لك إياه إنه أحد الأشخاص المقربين منك رح يقدم لك مفاجأة تكون كثير سارة، ومن ثم المفاجأة الكبرى اللي حضرتك بتحلمي فيها رح تكون بشهر 8، وحتذيع الخبر قدام جميع الأفراد العائلة القريبة والعائلة الكبيرة. يعني مفاجأتين كتير مهمين ضمن هذا العام.
ان شاء الله خير يا عائشه. خلينا نعرف فيهم حتى نبارك لك كمان شو ما كانت يعني الامور. فاذا بيروت تخضع لخضه كبرى غير امنيه. كنت عم تقول شيء ثاني، تجمع وجهين ما بعرف شو. بجوز تكون بيروت هي خط فصل بالنص، بيروت هون بما يعني الدوله، تكون خط فصل بين وجهين متنافسين. ممكن انتخابات نيابية يخضع لها لبنان على صعيد فرعي. لا بتحكينا اليوم بلغة الأمر كله يخضع، بيروت تخضع، لبنان يخضع، كله هيك. برحيل نائب لبنان بده يخضع لانتخابات فرعية، إذا كان استقالة أو وفاة أو اغتيال. نيابية فيك تحدد بأي منطقة؟ يعني أي منطقة رح تشهد هالانتخابات النيابية الفرعية؟ لبنان يشهد أكثر من نعش رسمي. مرسي لأنك احترمت السؤال وجاوبتني عليه. هو لو في جواب كان جواب دغري، بس مشان ما تضيع الفكرة. لبنان يشهد أكثر من نعش رسمي. شو قصة هالنعوش؟ يعني مرافقتني حتى بالأحلام. النعش حسب رأيي أنا، حسب ما أنا قريت عنه، ما بعرف كل مسألة الأستاذ غسان، انتقال من مكان إلى آخر. هيك فسر لي، قلت له عم شوف كنت بمنامي نعوش صغيرة بأحجامها، وكمان هيك لها درفتين كأنها شخزانة. قال لي هيدي فرص عم تجيك، بس يمكن منا على المستوى المطلوب. إنه فالفرصة الكبيرة اللي بتجيك بتكون بشهر أيار حزيران. عم تحكي عني؟ شكرا. شهر أيار حزيران، أوكي. فإذا انتخابات نيابية فرعية يخضع لها لبنان نتيجة استقالة بشكل، أن ما تعودنا أنه بلبنان أحد السياسيين هلا بدنا نتعود على أشياء كثير يستقيل كبيرة من منصبه، بالعكس بتكبش فيه لآخر رمق. فعنا وزيرين سابقة كثير مهمة، وزيرين استقالوا. كانت حكومة تصريف أعمال زياد بارود، بس قدم استقالته حتى من تصريف الأعمال، والوزير نحاس قدم استقالته. لا نيابيا لبنان بده يشهد استقالات. طيب لبنان وتكبر. يشهد أكثر من نعش رسمي. نعم. يعني هني بمواقع السلطة، يا مواقع سلطة حالية أو كانوا بمواقع السلطة. نعم. في نعش رسمي. نرجع له هيدا النقاط حتى ما وأحد الرئاسات الثلاث السابقين دخول مستشفى بشكل طبيعي. أحد الرؤساء أو بقول إحدى الرئاسات الثلاث السابقة. أنت صغتها صح. إحدى؟ نعم. اوكي. هن ثلاث رئاسات. نعم. أحد منهم يدخل المستشفى على سبيل الطوارئ. طوارئ؟ نعم. نعم. ولكن في دخول مستشفى، مش انه مر الطريق. اوكي. خلينا نرجع هلا بنشوف قد ايه بعد عنا وقت، بس امل لفتره ناطره معنا على الخط. صباح الخير. صباح الخير. كيفك يا امل؟ الحمد لله، كيفكم انتم؟ نشكر الله. كنت عم تابع التوقعات العامة اللي قالها عن لبنان وبيروت؟ نعم. لفتك شيء منه؟ يعني شيء محزن. لا ممكن يكون ايجابي. ما ذكرنا خير. الشيء المحزن او الشيء الايجابي. ان شاء الله مسيو مايك. امل لحظة شوي، بربك لحظة شوي. وين شايف ايجابية اذا لبنان يشهد اكثر من نعش رسمي؟ لا، وين شايف ايجابية اذا احد الرئاسات الثلاثة السابقة يدخل المستشفى بحالة طارئة؟ وين شايف ايجابية اذا انتخابات نيابية يخضع لها لبنان على شكل فردي نتيجة وفاة؟ وين شايف ايجابية اذا بيروت تخضع لخضة كبرى ممكن تكون غير امنية؟ ممكن تكون خضة بس ايجابية. بس انه شو الخضة؟ خضة ايجابية يا خي، ما تعودنا على خضات ايجابية. هلا يمكن عم نكسر ونجبر، ولكن ما فينا ناخذ كل شيء سلبي. طيب خلينا نجبر بخاطر امال وناخذ من وقتها. بعدين استقالة نايب شيء ايجابي. بنرجع من كف. يلا تفضلي امال. صباح الخير مسيو مايك. صباح الخير. صباح الخير. يا بس بحب اعرف صحيا وكل شيء، العمل، جوزي وانا وعن ابني وعائلته وبنتي وعائلتها، من فضلك. بالنسبة لحضرتك على صعيد صحي ما في أي نوع من الخطر، ولكن أتمنى عليك الخضوع لنظام غذائي جديد لتنقيس شوي من الوزن، الأمور بتكون إيجابية. العائلة ككل ما فيها خطر صحي بخوف أو خطر على الحياة. من ناحية الأبناء أموره مستقرة، ولكن بدك تحسي بحرقة صغيرة على أثر السفر من مكان إلى آخر لأحد الأبناء، وبكون هذا السفر إيجابي جدا. أمور مادية تعود إلى الواجهة، بتشكل ارتياح بالنسبة للعائلة ككل.
هذا كان توقعات مايك لك يا أمال. بناخذ بعض اتصال. ألو منال. منال صباح الخير. صباح النور يا منال، كيفك إلي؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ منين عم تحكينا؟ الحمد لله، أنا عم بحكي من ألمانيا. آه من ألمانيا. إيه. وعم بتابع أخبار العاصفة الثلجية بلبنان؟ إيه أكيد. أهلك وين؟ بأي منطقة؟ كمان بألمانيا. آه كلهم بألمانيا، مطمنة بالي كلهم حواليك. إيه أكيد طبعا. يلا إن شاء الله خير. تفضلي منال، شو حابة تطرحي على مايك أسئلة؟ صباح الخير مسيو مايك. صباح النور. أنا حابة أعرف إذا إلي هيدا الصيفية سفر على لبنان، لأن شوي في أشخاص يعني معترضين شوي على الموضوع، وإذا إيه بدي أعرف إذا لوحدي ولا معي. لا رح يكون في عندك سفر شو معي. أها طيب، وبصير في عندي زواج وبدي أعرف وضع المادي كمان شوي صعب. بالنسبة للأمور المادية على ما هي عليه، شهر 6 بيحمل الانفتاح، الارتباط الجديد يكون في القريب العاجل ضمن هذا العام، بغير لك مجرى حياتك كاملة. خلاص عباس. سمعت. لحظة، هلا سمعت ولا حسيت؟ لا عباس معنا. عباس معنا بس سمعت ولا حسيت؟ لا سمعت أكيد. سمعت. وحياة مايك وإلي. إنه ما بعرف إذا عباس. لا عباس معنا. عباس أوكي. بس أنا أنجا أسمعت لأن الإيربيس صوته واطي. أوكي. هلا عن جد سمعت من هون ولا سمعت أنت بإحساسك؟ هلا سمعت يا منك يا من حالي. طيب عباس. أيوة مرحبا. مرحبتين. كيفك؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ بس بدي احكي مع الاستاذ. تكرم عينك. الله يكرمك. تفضل. بس بدي اسالك، مقدم على شركه جديده الشغل، بس بدي اشوف اذا بدي يمشي الحال ولا لا. اول شيء صباح الخير. بقول لك يعطيك العافيه، صباح النور. ما انا هلا انا عم جاوبك حضرتك، حكيتني انا عم جاوبك. بالنسبة للأمور العملية بشهر أذار المفترق طرق بكون بالنسبة لك كتير مهم على صعيد عملي، رغم أنه في عندك إحساس شوي صغيرة أنه ممكن هذه الأمور ما تتم على خير، ولكن إحساسك خاطئ. الأمور تتم على خير وسلامة، وتوضعك بمركز مهم جدا على صعيد عملي. ما في أي خطر صحي بالنسبة لك، ولكن حذاري من الأمور المالية ضمن شهر أذار نيسان. شكرا يا عباس. ماي كمان شكرا لك اليوم على كل التوقعات الخاصة بنادية، ابتسام، أحلام، ماري، هند، لينا، مارلين، سونيا، كفا، عائشة، أمال، منال وعباس، وبتصور كتار كمان منه كانوا ناطرين هيدي الفرصة بس بيقدروا يستمروا بالاتصال فيك على 1474. عن اللي قلته بتحب تضيف شيء؟ خلص بتحب تعلق على شيء؟ لا لا أكيد لا. طيب بدي اتمنى لك ويك اند لنا ولك ان شاء الله خير يا رب. بنشوفك الاسبوع القادم باذن الله. يعطيك الف عافيه مايك الغالي.